مساء الخير، اهلا بحضراتكم. يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم حياتنا. معانا النهارده ضيفه مميزه هنتكلم فيها عن مجال التجميل، موهبه شابه متميزه في مجال التجميل. هنتكلم فيها عن كل ما يخص التجميل والميك اب ارتست والعنايه بالبشره وكل حاجه. بس الاول نرحب بضيفتي وضيفه البرنامج استاذه امان السيد. استاذه امان اهلا بيكي. نورت البرنامج. في البدايه استاذه امان، حابين نعرف بدات ازاي في مجال التجميل وليه اخترت مجال التجميل بالذات؟ والله يعني تقدري تقولي ان انا اشتغلت في كذا حاجه، لقيت نفسي حابه الميك اب. بدات ان انا اشتغل على نفسي واشتغل على اصحابي، بدات احس ان انا بعمل الحاجه بتطلع حلوه في الاخر. بدات ان انا اخد كورس، لما اخدت الكورس حسيت ان انا بجيب بدات ان انا اجيب موديل واشتغل عليها. وعرضت شغلي على الفيسبوك طبعا. لقيت الناس يعني الجمهور عجبهم شغلي وكده، فبدات ان انا كل مره اتشجع عن الاول. كل ما اعمل مثلا اجيب موديل واعملها احس ان انا بطلع شغل بروفيشنال في الاخر ويعجب الناس قوي. حسيت بقى ان انا يعني تمام، بدات ان انا احب الموضوع لحد ما عملت بيوتي سنتر. ف بس بدات بقى ان انا ايه، حسيت نفسي ان انا بدات كل مدى ان انا اطور من نفسي. فبس انت كنت حابه المجال اصلا من الاول؟ انا كنت حابه المجال حوالي من بدري، يعني من حوالي 10 سنين اساسا، بس ما كانش عندي امكانيه ان انا ابدا. فلما يعني الحمد لله بدات بقى ان انا اخد كورس وكده واشتغل، ولما لقيت الناس بتشجعني اكتر دوست في الموضوع. يعني بقى عندي بقى دلوقتي بيوت سنتر وكده. تمام. يعني انت اصلا كان عندك موهبه التجميل، طب فن التجميل ده اصلا يحتاج موهبه ولا ممكن انميه بالممارسه وكده واشتغل على نفسي اكتر ولا ايه؟ هو اهم حاجه تكون انت حباه. يعني انا اصلا قبل ما اخد كورس انا كنت شغاله، بس لقيت ميولي رايح للميك اب اكتر. فاول حاجه لازم تبقى حابه الموضوع. لو انت حبيتي الموضوع، هي مش حاجه مثلا بتاخديها فانت بتنفذيها بواحد اتنين تلاته. انت بتبدعي فيها، بتعملي حاجه وانت حباها. فانت لو بتعملي حاجه وانت حباها هتحسي ان انت بتفنني فيها في الاخر. هتلاقي ان الاخر بيطلع الشغل بيعجبك قوي، بيعجب العروسه، فانت من جواك هتبقى مبسوطه. فلازم تبقي شغاله من جواك وانت حابه ده. تمام. في حاجات كتير عايزين نتكلم فيها في الميك اب وحواديته ما بتخلصش. تمام. بس دايما زي الميك اب، زي الفاشون، زي الموضه، بيبقى ليه كل وقت كده معين في ترند طالع ليه. في الشتاء طالع حاجه، في الصيف طالع حاجه، في الخريف طالع حاجه. الوان الشتاء اللي جايه دي هتبقى لون ايه؟ الوان الشتاء معروفه انها بتبقى في الغوامق شويه، زي النود، زي الرمادي، زي السيلفر، زي الجراي. فالشتاء دايما مايل للغوامق بخلاف الصيف خالص. الصيف ممكن يكون في البمبيات، في الفواتح. فانما بما ان احنا بقى داخلين على فصل شتاء، فبرجح اللي هو بيبقى في الغوامق، بيبقى بيدي شكل الطف واحلى وبيبقى بروفيشنال في الاخر، وتقريبا طلب كل العرايس اساسا. يعني طب ورسومات العين بقى بيكون طبيعتها ايه؟ بتختلف، بتبقى حسب العين. يعني مثلا في عين واسعه، في عين بتبقى ضيقه، في عين بتاخد مساحه ان انت تقدري تبتعي فيها، انك يعني عارفه تتحكمي فيها. في عين ضيقه ممكن تختار مثلا لون او لونين. ما فيش حاجه مميزه يعني؟ لا، هو بيختلف حسب العين. يعني كل عين مختلفه عن الثانيه. فطبعا كل ما بتبقى العين قدامك واسعه وكده بتبقى مدياكي مساحه ان انت تشتغلي فيها اكتر. تمام. انما طول ما العين مثلا ضيقه او كده بيبقى مش متحكمه ان انت تحطي فيها شغل كتير، فبيبقى مثلا لون او لونين او كده. فطبعا في الشتاء بيبقى الاحلى، يعني اللي هو زي ما قلت لك في الغوامق، وبيبقى مثلا لما تبقى العروسه عينها فاتحه وواسعه طبعا بتديكي شغل احلى يعني. تمام. طب دلوقتي انا حد عايز يحط ميك اب، يعني بيبدا يحط بايه؟ ولا ممكن يكتفي بغسل وشه وخلاص بقى؟ انت صديقه لا واحد. يعني احنا ممكن نقول ايه، ان احنا كل بشره بيبقى لها غسيل معين. يعني البشره الدهنيه اكيد بيبقى لها غسول، والجافه والمختلطه. الاول بنعرف نوع بشرتنا ايه، بيبقى مثلا من الدكتوره، وبعدين بنجيب الغسول المناسب لبشرتنا. تمام. وبعدين مرطب اساسي كل يوم. يعني احنا لو غسلنا بشرتنا بالغسول وبعدين حطينا مرطب، وبعدين طبعا في جلسات تنظيف. طب لكل بشره هيبقى لها مثلا غسول ايه ولا كده؟ ما هي بتبقى مثلا كل واحده عارفه بشرتها ايه. ماشي. بشره عاديه ولا العاديه والمختلطه طبعا بتبقى مثلا كل واحده لها مثلا دكتوره بيقول لها ايه، هتروح مع دكتور جلدي قصدك؟ ايوه بالظبط، بتعرفها مثلا انت بيناسب معاك البشره ايه. طبعا صنوبر ده اصلا بيمشي مع جميع انواع البشره. وطبعا الترطيب لازم اساسي كمان في الشتاء، لازم ترطبي بشرتك كويس. وعشان قبل ما تخرجي طبعا لازم بيبقى في سان بلوك.
ده كل ده بيحمي البشره عن لو انت خارجه الشغل او الجامعه او كده. تمام. طب دلوقتي لاحظنا ان الشباب بقى برضو مهتمين بالميك اب، بتجميل البشره، سوري، بالتجميل، وبيهتموا فعلا ببشرتهم وكده، وبقى صالونات الولاد كتير قوي. هم ممكن كمان يهتموا ببشرتهم ازاي؟ هما برضك بيعملوا مثلا، ممكن يكونوا بيستخدموا غسول، ممكن يكونوا بيعملوا جلسات التنظيف اصلا اكتر مننا كمان. يعني ممكن البنت اساسا بتكون ايه، ممكن تكسل، ممكن تقول لا مش خارجه، انما الولد لا، ممكن هو تلاقيه بيحلق يهتم. بيروح كده. بيروح بقى الصالون، ممكن يعمل تنظيف بشره، بخار، اسكراب لبشرته، ممكن يكون اصلا هو يعني مهتم بنفسه اكتر من البنت كمان. طبعا البنت بقى ممكن يجي فصل الشتاء تبقى كسوله شويه، الجو برد، فممكن تعمل الحاجات دي في البيت عادي. فطبعا الحاجات دي ممكن برضك بالشباب بتعملها وبتبقى حلوه برضك، بيديها نفس الافكت بتاع البنت بالظبط. هيستخدموا منتجات معينة مثلا ولا ايه؟ لا هو برضك الغسول وبرضك ترطيب كويس، مش لازم يعني حاجه معينه، لان اكتر الشباب اصلا بشرتهم بتبقى جافه، مش دهنيه شبه البنات وكده. بس مع تنظيف البشره بقى ممكن بيعملوا دايما، لان هم على طول بيتعرضوا للشمس او للخروج او لكده، فتنظيف البشره بالنسبه لهم هيبقى حلو برضك، واللي هو البخار بيبقى بالنسبه لهم حلو قوي برضه. تمام. دلوقتي انتشر في المصطلحات في الاخير قوي الكونتور والهايلايت. ما فيش اي بنت تعرف تخرج غير ما حط كونتور او هايلايت مع بجنب الفاونديشن وكده. الكونتور ده بيليق على كل الوشوش ولا مثلا لا في برضو وشوش لا مش هيليق عليها؟ هي اللي بيبقى فيه وشوش مثلا ملامحها صغيره ما بتبقاش مستاهله كونتور، ممكن نكتفي مثلا بالباودر، الكونتور الباودر. هو في 2 كونتور، كونتور باودر وكونتور كريمي. طبعا العرايس يعني لما تكون عامله فول ميك اب، طبعا هنحط ميك اب كامل زي هو الكونتور، الكونتور عشان نعرفهم برضو، الكونتور ده اللي بيحدد بيحدد ملامح. ملامح الوش. بنصغر، بنقسم الوش، هو بيقسم الوش بيبرزها، فطبعا بتبقى اساسي مع هو العروس. بيحدد بس مش بيكبر ولا بيصغر يعني، لا عشان يعني نوضح لا، لهم برضو. مثلا لو في واحدة مناخيرها مثلا كبيرة او كده، لا بنصغرها، خدودها مثلا مليانة بنصغرها، ما بيكبرش يعني، لا بنكبر برضك. يعني لو بيكبر. واحدة مثلا وشها رفيع وعايزين نعمل لها خد بسيط، ممكن برضك بيبقى الخد ليه رسمة معينة كده، بيبرز لها خطوط. فطبعا مش كل الناس برضك بتحبه، يعني ممكن تجي لي عروسة بيبقى طلبها غريب جدا، تقول لي انا عايزة ابقى بيضة، انا مش عايزة ابقى غامقة. هما بيبقى فكرتهم اللي الكونتور كونتور بيغمق، بيغمق فطبعا لا، هو بيبرز الوش، بيرسم الوش. يعني، مثلا لو حد رفيع وش رفيع الكونتور بيستخدمه ايوه عادي. بالظبط، بيستخدم بطريقه معينه بحيث ان احنا نرفع خدودها شويه، لان وشها بيبقى نازل. ما بيرفعهاش اكتر يعني. لو احنا عملناه غلط بيرفع اكتر، ما انا بقول لو على احنا كده. استخدمناه في عند تحديد الخد، لا بيدي لها خدود، يعني بيبرز لها خدود. فاهميني؟ تمام. طب والهايلايت الهايلايت بيدي لمعه نعرفه للوش. برضو الناس هو الهايلايت. بيبقى، هو ده بيبقى الفينش بتاع الميك اب. بنعمل مثلا اضاءه، بيدي للوش شكل حلو قوي، في حتى في الصور وفي العرايس بيبقى، يعني مش كل الناس بتعمله، يعني بيبقى مثلا خاص بالعرايس. ما ينفعش مثلا بنت رايحه جامعه او بنت رايحه الشغل الصبح انها تحط تحط هايلايت كونتور وتحط هايلايت وتحط الحاجات دي بيحط. كلها، لا مش يعني مش مستحبه. هي الحاجات دي بتبقى عايزه سهره اصلا، يعني بتبقى عايزه مناسبات بالليل، انما اللي انا في النهار بيبقى محتاجه ان الوش يبقى طبيعي اكتر. يعني ممكن ان احنا نحط اصلا ميك اب بس الوش هيبقى مدي شكل طبيعي وحلو جدا يعني الهايلايت بيتحط في الفينش، في للعرايس او العرايس بس يعني، للسواري يستحسن يعني. يستحسن. انما انا مثلا لو رايحه جامعه الصبح او خارجه الشغل، مش هحط وشي كله لمعه، يعني مش هحط هايلايت ومش هحط كونتور برضو. بيحطوا يعني، ما في بتحطوا بس بس دي حاجات غلط. حاجات غلط طبعا على البشره جدا اساسا. الميك اب يومي غلط على البشره، يعني احنا ممكن لو اهتمنا ببشرتنا زي ما قلت لك في بدايه الكلام، لو اهتمنا بالغسول بتاعنا والترطيب، ومثلا عملنا سكربات في البيت او عملنا تنظيف بشره، يعني ممكن تستغني عن الميك اب. مثلا ممكن هتعمليه في مرتين في الاسبوع عادي، انما اساسا يعني فاونديشن كل يوم على البشره طبعا بيبقى غلط، مش مضر مستحب كمان. جدا. طب لو في عروسة يعني فرحها قرب وكده، او عايزة تهتم ببشرتها، تبدأ بإيه او فترة قد إيه كل يعني دول؟ بتبدا قبلها بشهر مثلا، بتبدا انها مثلا لو في مشاكل في بشرتها مثلا، في مثلا بيبقى من كتر التوتر ممكن العروسه تطلع لها حبوب، ممكن وشها يخس، ممكن يبقى هالات سودا تحت عينيها قوي. في ناس بتتابع مع دكتوره طبعا عشان خاطر الحبوب دي، ومثلا في ناس بقى بتهتم مثلا بيعملوا تنظيف بشره. احنا زي ما قلنا الاساسي اساسي المرطب والغسول، ده اساسي للعرايس او للبنات او لاي بنت، ده اساسي. انها لو حافظت عليها مع برضك سكرابات بتعملها في البيت وتنظيف البشره، طب الدنيا ده هتبقى ممكن جميله تعملها عليها. قبلها بفترة؟
ما هي قبلها بشهر. لا لو فتره كبيره، لو فتره كبيره يبقى 3 شهور مثلا. بس يعني على مدى كبير تعمل ايه يعني؟ يعني هي تهتم ببشرتها والتنظيف كده يعني؟ بتهتم إيه مثلا تنظيف البشره؟ بنعمل مثلا في الشهر مرتين. تمام. لو مش حابه انها تخرج وكسلانه برضك، احنا لو جبنا مثلا زبادي مع عسل وعملناه في البيت، احنا كده عملنا ماسك في البيت بعد ما غسلنا وشنا بالغسول بتاعنا وحطينا الماسك ده، كده وشنا بقى تمام. مع الترطيب برضو، مع الصن بلوك طبعا، لو هي خارجه الصبح او خارجه الجامعه او خارجه الشغل، اساس الصن بلوك معاها، ده بيحميها من الشمس. يعني لو في شمس او تراب او كده، ده بيبقى بيتحط على البشره، بيعزل اي حاجه بتخلي البشره ما تبقاش مأذيه منها. يعني الصن بلوك ده اساسي برضو. لو مشيت على الروتين ده كده هتيجي يوم فرحها بشرتها ما فيهاش مشاكل كتير، هتحس انها فعلا. يعني في ناس بتبقى مثلا تفكيرها ان مهما تكون بشرتها فيها مشاكل الميك اب بيداري بيداري. بس طبعا بتختلف ما بين عروسه مثلا بتهتم ببشرتها قبلها بثلاث شهور، طبعا الميك اب ما بيداريش كل حاجه برضو، ما بتضطريش ان انا احط كذا طبقه. يعني مثلا لو بشره فيها عيوب كتير هتضطرين ان انا احط كذا طبقه فوق بعض عشان اداري. يعني مهما اكون احط طبقه كذا طبقه برضك، هو حط طبقات كتير فمش مستحب. انما مثلا العروسه اللي بتبقى مهتميه مثلا ببشرتها، يعني بتبقى لو حاطه طبقه واحده خلاص انا كده حاسه ان العروسه ما فيهاش حاجه، مش مستاهله ان انا احط حاجه تانيه. فطبعا بتختلف من عروسه مثلا مهتميه ببشرتها، وما بين عروسه مثلا مش سايباها كده، مش مهتميه او كده. طبعا بيختلف طبعا في الفينش بتاع الميك اب جدا. تمام. معانا صور عايزين نشوفها وحضرتك تعلق عليها. تمام. تعليقات سريعه كده. العروسه ديت كانت يعتبر كانت عندي من قريب جدا. يعني كانت مبهوره في شكلها. ايه كان عندها مشاكل ايه في وشها مثلا؟ لا دي كانت بشرتها حلوه عشان كده طلع الفينش بتاع الميك اب بتاعها حلو. حتى انا برزه الخدود هتلاقي الكونتور باين فيها. الكونتور بيتحط عند الخدود. عند الحته دي كده الخدود. يعني مثلا لو وشها طويل ما ينفعش انزل بالكونتور كده، كده انا بطول الوش اكتر. طب والصوره دي؟ دي كانت حنه. الحنه بيبقى دايما ميك اب سيمبل، يعني ممكن نكتفي بالكونتور الباودر ما بنحطش كريمي، بيبقى خلاف يعني الدخله خفيف طبعا. او مش بنأفور يعني؟ لا شبه لا، عشان في الدخله تبقى ظاهره اكتر. تمام. هي دي نفس العروسه الاولانيه دي اول واحده. دي يا دوب كنت يعني بصي حتى شايفه الخد، هتلاقي الكونتور كده معلم عند الخد. باين. في هايلايت وفي هايلايت برضو في الاول. تمام. الصوره دي مثلا هتلاقي مثلا عند العظمه بتاعه الخد متحدده، هو ده الكونتور اللي انا بقولك عليه. خلاف مثلا ما بيكون الوش كله جاي سحبه واحده او جاي لون واحد، انت شايفه كده الوش فاهماني؟ الوش متقسم. طب الكونتور بيبقى عند الخدود بس ولا لا؟ وعند المراخير، عند المناخير؟ طبعا بنصغر. ايه تاني؟ هي طبعا لو موجوده الصوره قبل او فيديو قبل هتشوفيها، بتبقى بردك عند القوره. لو القوره مثلا عريضه بنحاول ان احنا بنقلل حجم القوره شويه. دي ده انا كنت عامله لها كونتور كامل للوش. يعني بيحدد بيه الكونتور، بيحدد بيه مثلا ملامح الوش كلها. يعني لو عندي القوره عريضه بنحاول ان احنا بنصغرها كده، فبتبص في الاخر بعد الميك اب بتلاقي القوره جايه كده صغرت، لان الكونتور ده بيبقى غامق. فالغامق عامه بيصغر ايه بيديكي شكل للحاجه صغيره. تمام. طب عايزين نرحب بالموديل بقى ونشوف هتقدم لنا ايه النهارده وكده. ازيك؟ عامله ايه؟ اسمك ايه؟ منوره ايه البرنامج؟ تمام. معانا ايه مثلا؟ انا طبعا حطيت لها ميك اب قبل الهوا. معايا ايه مثلا؟ طب هتعملي لنا ايه بقى دلوقتي؟ ده مثلا انا كنت بقول لك عليه. بصي عندي ايه مثلا وشها مدور. تمام. انا عندي لو واحده وشها مثلا طويل هروح جايبه الايه الكونتور من هنا كده، هروح ساحبه الكونتور كده من لو فوق لتحت ولا من عند بيبقى ليه وضع استخدام معين يعني؟ ايوه، بنيجي مثلا من عند الودن من هنا، لو واحده مثلا وشها يعني زي ايه بنروح جايبين الكونتور كده، هيديني شكل الوش ايه طويل. لو واحده ما عندهاش خدود تمام ووشها رفيع، هروح جايبه الايه الكونتور كده كده كل عشان ابرز لها خدودها فاهماني. كل وش وليه رسم. ايوه رسمه كونتور معينه، حتى مش حاجه لا مش حاجه عليه. لا يعني مثلا لو واحده عايزه تعمل خطوط اروح عامله كده كده، هلاقي الحته دي مثلا مغمقه شويه عن هنا فاحس ان خدودها طلعت. يعني لو واحده رفيعه ما ينفعش ان انا
ان انا اعمل كده كده انا برفع وشها اكتر. اه ما انا بقولك على كده، الكونتور ما ينفعش اه لكل لا الحالات مثلا. اه يعني مثلا عندي برضك ايه القرى بتاعتها مش عريضه قوي، اه فانا ما زودتش كونتور فيها قوي لان هي مش محتاج. عندي عروسه مثلا بتبقى القرى بتاعتها ايه عريضه، فبضطر ان انا ايه ازود كونتور كتير في المناطق دي بحيث ان منطقه القرى عندها بتبقى مديها شكل ايه اصغر شويه. طبعا برضك العروسه اللي بتبقى وشها طويل طبعا بنصغر الايه بنصغر من هنا كونتور برضو كده، كنتور اه اه الدقن وكده بحيث ان ايه بنحدد احس ان الوش بقى كده بدل ما هو طويل لا هو اقل شويه. قل اه اه لان احنا صغرنا من هنا ومن تحت وصغرنا من برضو. هنا فاصبح الوش بدا يبقى صغير معانا. تمام نفس الحكايه مثلا في الانف برضو بنحدد من عند العظميه من هنا كده، يعني بتبقى طبعا حاجه رفيعه اكتر بنبقى بارزه كده من عند الكونتور بيبقى ليه الخدود. فرشة معينة برضه اه صح؟ يعني لا الخدود مثلا بتبقى مثلا فرشه زي دي، اه اللي عند النوت بتبقى اصغر شويه، كل ما المكان بيبقى اصغر كل ما نختار لازم فرشه وبقية الوش بقت الوش اهو في مثلا أي كده. حاجة بقى لا ببرتك بحاجه شبه كده اهو تمام كده كده تمام. آه تمام المراخير بقى بتختلف مثلا من هنا، لو عندي مثلا الحته دي عريضه قوي تمام برضك بنحط كونتور هنا. عندي بيجي العرايس مناخيرهم اصلا مش محتاجه ان هي ابقى حاطه مثلا كونتور، فبكتفي مثلا بايه بالعند العظمتين وخلاص، ما بحطش مثلا في الجنب من هنا. طب والهايلايت بقى أماكن الهايلايت وضعه مثلا فين بقى؟ الهايلايت بيبقى مثلا بنحب ان احنا نبرز بقى الحته دي عشان برضك تبقى حلوه في الاضاءه كده. بصي بيتحدى شكل في الصوره اه تمام. بتحس ان عند خدودها بيبقى فوق مدي عظمة اضاءه. الخد. ايوه بالظبط، بحيث انها تبقى مدي اضاءه كمان للعين اه تمام. وبنيجي برضك من هنا لان المناخير بقى بتبقى متقسمه من الكونتور، فبنحب ان احنا نفتح المنطقه اللي في النص دي تبقى كده. هتحسي كده ان المناخير اصلا اتقسمت، العظمتين بقت غامقين وفي حاجه هنا منوره بتصغر المناخير بتصغر. برضو. تمام اه بالظبط تمام. وبتبقى برضك نفس الحكايه هنا لان انت لو تلاحظي ان العروسه في التصوير اكتر حاجه بتبان اللي هي منطقه تحت العين ومنطقه القوره اللي في النص والمنطقه دي اللي بنحتاج ان احنا ننورهم اكتر للعروسه. يعني هنا مثلا لما تبقى مثلا هنا غامقه من الكونتور وهنا عادي ما فيش مشكله، اهم حاجه مثلا اللي تحت العين وهنا وهنا بيبقى مدي نور في العروسه بتبقى بيقول حاسه. الهايلايت بيستخدم عشان تبرزي جمال نقط معينة في وجهك في ما هو وشك. زي ما قلت لك كده مثلا من اه هنا، اللي هو ما بصي ده وش العروسه ده اول ما بتشوفيها عينك بتروح لايه اللي تحت للجزء ده. العين. اه ايوه فعشان عينك بتروح للجزء ده فاحنا لازم ننور هنا كده، بتحس اللي هو يعني بتختلف على ما انت ما انتش حطاه. شايفه ايوه اه انت اول ما عينك ما بتروح للعروسه بتروح للمناطق دي اللي هي في النص اللي هي هنا هنا، فلازم الحته دي تبقى منوره بالهايلايت، فطبعا اساسي يعني ما بقدرش استغنى عنه بيبقى اساسي. آه بس الرموش طبعا طبعا كل عروسه لها رموش، وال مثلا الواحده اللي بتبقى مثلا عينيها واسعه بتضطر انها تلبس رموش تقيله شويه عشان في تبرز جمالها تركيب اكتر. الرموش دلوقتي الدايمة بتنصحي بيها ولا ايه؟ هو ما بنت يعني يعني غلط ولا ايه برضو؟ هي غلط لان لو العين حساسه او كده ممكن ما تبقاش لطيفه معاها كمان يعني، وبعد ما كمل. بتبقاش لطيفه معاها فبس مش كتير بيطلبوه هو ده يعني. اللوك ده يعتبر لوك شتوي برضو اه عشان ايوه لان الالوان. الالوان الشتويه اللي هو في العنابي اه والموف وكده فيعتبر اه من درجه من درجات الشتويه وكده. طب اللوك ده يليق على ايه اكتر بقى، سهرة ولا فرح ولا ايه؟ لا بي اه ممكن سهره سهرة. وممكن اه ممكن سواري برضو بس سهره العرب بالليل. دلوقتي بقوا عندهم مود غريب كده اللي هو نو ميك اب، بيحطوا ميك اب بس نو ميك اب. بس نو ميك اب هو زي ما قلت لك وحتى بقى في الاستخدام اليومي برضو بيبقى نو ميك اب برضو، نو ميك اب يعني بقى مثلا منتشر قوي بس اه هو موضة حلوة برضو. بتبقى حلوه يعني هي بتبقى حاطه حاجه تبرز جمالها ما بتبقاش حاطه حاجه اوفر. زي ما قلت لك ما ينفعش مثلا انا رايحه الجامعه الصبح او رايحه الشغل واحط روج احمر، ما ينفعش احط هايلايت، ما ينفعش احط كونتور. ممكن مثلا استخدم كونسيلر تحت العين لو عندي هالات سودة او تحت عيني تعبني شويه ممكن نحط كونسيلر، ومثلا لون الروج بيبقى مثلا وردي بيبقى يعني مدي اكتر للطبيعه. تحديد الحواجب مثلا ممكن نملي الفراغات بس مع ماسكارا حلوه خفيفه ده في الميك اب اليومي اللي ممكن اعمله يوميا، يوميا بتبقى حتى كانك مش حاطه مش ميك اب حاطه. يعني نو ميك اب، يعني انت حاطه ميك اب اصلا بس انت مش حاطه ميك اب.
بتبقى حاجات مثلا خفيفه، بتبقى حاجات خفيفه مش فاونديشن وكونتور والحاجات لا التقيله دي. وبعدين الاختلاف في الالوانات برضو، يعني ما ينفعش احط روج احمر، ما ينفعش احط روج مثلا بني، لا بنختار الالوانات اللي تبقى يعني في الوردي اقرب للشفايف اقرب اكتر. للشفايف. طبعا في حاجه اسمها طالعه التنت، ده بيبقى حلو قوي، بيتحط على الخدود والشفايف، بيدي منظر طبيعي رهيب يعني، بيبقى حلو قوي. طبعا الحواجب مش لازم نستخدم جل الحواجب الصبح، البودر بيدي شكل طبيعي واحلى كمان للعين خالص. طب الاساسيات الميك اب، لو انا هحط ميك اب يومي يعني ايه الحاجات اللي احطها بحيث ما تبقاش ضرر للبشره؟ اليومي بصي هقول لك على حاجه، ما هو ال يعني انا ما بحبش الميك اب كل يوم، يعني حتى انت لو جايبه مثلا فاونديشن براند او كده انك تحطيه كل يوم فده غلط على البشره، هي مضطره تحط برضه هي عشان مضطره. تطلع ممكن بقى خروجه او شغل او جامعه ايا كان. يعني هي لو بشرتها ما فيهاش مشاكل كتير ممكن تكتفي بالكونسيلر، هينور لها تحت العين وينور لها الاماكن اللي هتبقى باينه وهي رايحه شغلها او كده، ومع تنت خفيف للشفايف وللخدود وماسكاره، ومثلا تحديد حواجب باللي هي البودر، هتحس انها برضك ايه يعني حاجه خفيفه وحلوه وكانها مش حاطه ميك اب برضه. انما اساسا يعني هو كتر الميك اب كل يوم طبعا هو مش مستحب خالص، ممكن تكتفي بالماسكات او بتنظيف البشره هتخليها انها يعني صاحيه الصبح مش مستاهله انها تحط ميك اب، ممكن نستغنى يوم اتنين لان هي بشرتها يعني من التنظيف مثلا او الاهتمام بيها هي مش حاسه انها فيها مشاكل كتير. طب اللي حابب يتواصل مع من يعني يتواصل عليها ازاي؟ انا في الشهداء منوفيه عندي سنتر، رقم موبايلي طبعا اقول هيسأل هو رقم موبايلي اللي هو على الشاشه، بس اي حد عايز حاجه او يستفسر عن حاجه ممكن يتواصل معايا عن طريق التليفون. لو حد بقى عايز من البرنامج يعني طلع من البرنامج ديسكاونت كده اكيد كبير طبعا كده اكيد، انا مبسوطه جدا ان انا بلاش كنت يا مع جماعة. حضرتك النهارده. اكيد طبعا. ايمان السيد ميك اب ارتست، شرفتيني ونورتيني، سعدنا جدا بحضورك، انا وانا استفدت اسعد، كتير واكيد المشاهدين كمان استفادوا، نورتين. ربنا يخليك يا رب. تسلمي، انا كنت مبسوطه جدا ان انا كنت معاك النهارده، ويا رب اكون عند حسن ظنكم دايما. طب في اقل من دقيقه كده يا ايمان يعني نصايح كده سريعه كده للميك اب، الميك اب حاجه استخدمها يومي، النصايح العامه ايه؟ النصايح العامه اهتم يعني الاهتمام بالبشره اهم من الميك اب، يعني انت طول ما انت مهتمه ببشرتك دي اهم من الميك اب، والجمال الحقيقي في البنت من جوه من روح مش تمام، بالميك اب. شرفتيني الله يخليك، ونورتيني، ربنا يخليك. سعيدنا بحضورك. أعزائي المشاهدين أشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله، استنونا.